أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مرة تانية وفقرة فن الشوكولاتة. حنعمل فكرة لا تزيين الترت والجاتوهات، نشوف مع بعض هالتصميم اللي حنسوي. 250 جرام شوكولاتة سادة و 250 جرام شوكولاتة بيضاء. أعزائي المشاهدين، فكرتنا اليوم عمل تصاميم مختلفة لطيفة سهلة، ما إلها حدود بالأفكار، ما إلنا حدود في الديزاينات بالألوان اللي ممكن نطلع منها هيك أفكار. ولكن بنوصيكم في الأول إنه تعطوا نفسكم وقت عشان تفوتوا المطبخ برواقة، ودائما هالديكورات هذه بنستعملها للحلويات، اعملوا منها كمية وحطوها بتبل وير أو بأي وعاء وخلوها في أي مكان نظيف، هيك مش ضروري بالتلاجة. ساعات بتكونوا هيك بدكم إشي سريع، تزيين سريع، مجرد ما تحطوا او توزعوا هالديكورات اللي حنعملها حتلاقوا الطبق تحول الى قطعه فنيه كتير لطيفه. يبقى نعمل وقت، يبقى نعمل حسابنا يكون عندنا وقت، عندنا بعض الافكار، عندنا شوكولاته. احنا عم نستعمل الشوكولاته الساده وحنستعمل الشوكولاته البيضه. ممكن تستعملوا الوان الطعام عشان تعملوا الوان برضك، قطرات من الوان الطعام على الشوكولاته البيضه حتعطيكم كرييشن وافكار لا حدود لها. الصبايا يفوتوا مع ماما على المطبخ ويساعدوها بهيك أفكار أو يعملوها هم، ولكن تحت إشراف ماما دايما. هحتاج أقماع ورقية، عم بستعمل ورق الزبدة، وأعتقد إحنا في البرنامج ذكرنا عدة مرات طريقة عمل الأمع. هخلي الأقماع جنبي، عدد الأقماع يتوقف على حسب أنواع الشوكولاتة وألوانها اللي أنا هستعملها. هحتاج شوكولاتة مذابة وبرضو أنواع الشوكولات زي ما قلنا حسب ما انتو بتختاروا. انا بحتفظ بالشوكولاتة مذابة على حمام ماء ساخن بالشكل هذا، دايما عندي حلة هيك فيها مي دافية وبدوب الشوكولاتة بهالطريقة هاي. نشيله احنا من المي السخنة، خلاص حخليه جنبي، يعتبر هلأ السيولة هذه معقولة. ولكن دائما اعمل حسابي طول ما انا بشتغل بالشوكولات لازم اقلبها، يعني لو اخذت هلأ الشوكولاتة من هذا واستعملتها وعايزة أعبي مقدار تاني برضو من وقت لوقت بالمعلقة أضلني أقلب. نفس التكنيك أو نفس الفكرة، عندي هون أنا شوكولاتة سادة برضو مذابة على حمام ماء دافئ، بقدر أحتفظ فيها طول ما أنا بشتغل. إذا تجمدت معي برجع بشتغل فيها تاني. أعزائي المشاهدين، هاي الشوكولاتة مش مضاف لها أي شيء، ولا زيت ولا زبدة، ولا في بعض الأوقات نادرا ما بنقول احنا نضيفك اشياء، ولكن هاي شوكولاتة خام بستعملها مباشرة، يبقى عندي جاهزة بالشكل هذا. وعادة عشان تكونوا يعني مرتاحين، الشوكولاتة السادة او بالحليب تبقى درجة ليونتها اكتر من الشوكولاتة البيضة. يعني الشوكولاتة البيضة هلأ هدول الاثنين نفس درجة الحرارة لو قسنا الحرارة بالميزان، بس تحسوها تقيلة شوي، ولكن الشوكولاتة السادة او بالحليب بتبقى ليكويد اكتر. عم بتلاحظوا الفرق ما بين الاثنين. والشوكولاتة البيضة حساسة جدا، دائما انتبهوا وانتوا بتشتغلوا فيها. هلا هاخد القمع وابتدي املا بالشوكولات. نفس الملاحظات بنكررها في كل مرة، ما نملاش كمية كبيرة، نخلي بالنا نص القمع كفاية جدا. وانا بملا بحرك، دائما اتأكدوا من توزيع حرارة الشوكولاتة، حساسة جدا، كل شوي احرك. ابتدي اقفل القمع بالشكل اللي احنا شرحناه عدة مرات اللي هو بالطريقة هاي، واخليه جنبي. نفس الطريقة نملأ قمع الشوكولات الابيض بنفس الفكرة، واقلب طول ما انا بشتغل. إذا حاخد وقت كتير في الشغل أرجع أحط هالكونتينر هذا أو الوعاء اللي أنا حاطة فيه الشوكولات على حمام الماء الدافئ، عشان زي ما اتفقنا تحتفظ الشوكولاتة بدرجة حرارتها وتبقى جاهزة طول ما أنا بشتغل. هحط القمع جنبي، هنشيل الشوكولات ونخليهم تاني في حمام الماء، لأنه حضلني أستعمل مرة واثنين وثلاثة لغاية ما أخلص الفكرة عندي. احنا قلنا بدنا نعمل كمية عشان يضلوا موجودين لأي تجهيز ديكور احنا حابينه. نشوف فكرتنا اليوم. هاخد الشوكولاتة البيضة مثلا، وبطرف المقص حاول اخد قمع او اخد جزء صغير من الشوكولات وابتدي اشكل.
في الأول أعمل تجربة أشوف الكثافة هيك أو أوكي معقول. أبتدي هلأ أعمل، حتستغرب إيش اللي أنا بدي أعمل، ولكن أفكار ملهاش حدود زي ما قلنا. بصب الشوكولاتة على شكل خط، خط وخط، خلي يسميك شوي. بدك نفس الطريقة، عم بعمل هلأ شكل مربع، ممكن أعمل شكل دائري، ممكن أعمل مستطيل. ما تخلوا القطعة كبيرة عشان نقدر نتحكم فيها. الشغل بالشوكولاتة على فكرة كتير كتير حساس. هلأ بخليه يهدى شوي، برجع للأولاني وأبتدي أعمل فيه زي تصاميم هيك مختلفة، بحاول أشبك الأطراف مع الديزاين اللي في الوسط. شو رأيكم؟ نفس الطريقة، أهم إشي تنسوش تشبكوا الطرف، ما فيش عنا تخطيط معين أو حركة معينة، ولكن الأطراف هي اللي بتهمني أشبكها مع حافة الديزاين اللي أنا عم بعمله. هلأ بتأكد إنه كل التنسيق هذا عبارة عن شبكة واحدة. ممكن نعمل خطأ، نشوف مع بعض الخطأ. ممكن أنا أعمل هيك مثلا، كأني شابكة هذا الطرف، أنا متأكدة إني شابكة وهذا الطرف يعتبر تصميم. لو ركزنا شوي، إذا إن شاء الله واضح عندكم بالكاميرا، بلاقي إنه مثلا في جزء مش مشبوك مع بعضه، لما أجي أشيله حساس جدا حينكسر معي اللي هو الجزء هذا، فلابد إني أنا أحط هون وصلة تانية ما بين هادي وهاي، وحتى هادي هاي برضو وصلة تانية، برضو أعمل التصميم هذا. نعمل تصميم آخر برضو بالشوكولات الأسود مثلث بنفس الطريقة. ببتدي بالشوكولاتة السوداء، أملأ هالفراغات اللي أنا كونتها ولكن مش كلها. أنا بدي أعمل زي هيك تصميم بس أحافظ على شكل الشبك. بختار كم واحدة، خلوا بالكم عم بحط كمية بسيطة من الشوكولات، لازم القمع يبقى رفيع عشان أقدر أعمل هذا الشوكول الدقيق جدا. ناخد آخر فكرة عنا، نفس الطريقة أنا حاشتغل مربع أوكي. بس حعمل هلأ القمع أسمك شوي، حقص جزء أكتر شوي، وأبتدي أعمل تصميم هيك كبير. لاحظوا مجرد هيك ديزاين تاني، يعني هذا اللوك مختلف خالص عن هذا، وبنرجع بنقول أفكار لا حدود لها. بسيب هالديزاينات هذه أو التصاميم هذه تنشف على جنب، وبدنا نشوف طريقة تثبيتها وكيف أنا ممكن أستفيد منها. نستعمل التصاميم الجاهزة عنا، عدة تصاميم نشوفها مع بعض ونستعرض هالأفكار مع بعض. عندي هون مثلا على شكل زي ما قلنا مستطيلات، خطوط على الآيس كريم، على التورت، يعني كتير كتير هالأفكار حتعجبكم. هاي المثلثات اتفننوا فيها زي ما بتحبوا. خلينا نشوف لو بدنا نثبتها على التورتة كيف ممكن نثبتها. أنا عندي هون تورتة مغطينها بالشوكولاتة، بخليها على طبق التقديم مباشرة، وأبتدي أخذ قطع من هالتصاميم اللي إحنا عاملينها، وبس مجرد شوية شوكولاتة في أي مكان أنا بدي إياه وأثبت هالتصميم هذا. مثلا ممكن يكون كله مثلثات، هاي فكرة، ممكن يكون كله مربعات، ممكن كله مستطيلات، ممكن أخلط، ممكن كله أبيض، ممكن كله أسود، ممكن أبيض في أسود. زي ما قلنا إحنا عنا ألوان، ممكن أستعمل برضو تشكيلة من الألوان. هبتدي أحط قطعة من الأسود وأغير قطعة من الأبيض بنفس الطريقة.
هلا وزعنا على الجوانب بتبادل الالوان ابيض واسود. عندي هون تصميم دائري، انا مخليها هيك لسطح الكيك. ممكن الدائري برضو يستعمل على الجوانب، ولكن احنا زي ما قلنا بدنا هيك نعمل شيء مختلف. مجرد بثبتهم بالطريقة هاي. عندكم عملتوا شكل كبير صغير، دوائر كتير، سيركل كتير كبيرة تحطوها بس بنص الكيكة، ممكن هاي الثلاثة لطيف شكلهم. هاي عنا اصغر شوي، ممكن يعني كل شوي حنطلع فكرة، كل شوي حيكون عنا تصميم مختلف. خليني ارفع لكم التصميم اللي صبيناه في الاول وكان ابيض مع الشوكولاتة السادة، اعتقد نشف معقول. نلاحظ كيف شكله كتير كتير لطيف، حبينا نحطه على الظهر بيعطيني لوك مختلف، حبينا نخليه على الوش برضه بيعطيني لوك مختلف. أعزائي المشاهدين، هي مجرد فكرة ولكن عالم واسع من الابتكارات، أرجو أنكم تتفننوا فيها زي ما بتحبوا. ونبتدي نستعد للطبق الثاني. ذوبنا الشوكولاتة وحطيناها في أقماع ورقية، عملنا خطوط رفيعة على شكل تصاميم مختلفة وزينا فيها الكيك.